ليش حبيبتي ليش تبكي؟ ها؟ قولوا لي قصي شعرك. هو إذا يرجع يطلع حتى إذا تقصين شعرك يرجع يطلع عادي. عمتي عمتي همينة صار بيها وقصت شعرها ورجع كله طلع. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول التداوي وما من داء إلا له دواء. أنت راح تروحين تاخذين دواء وخلاص. ما أنت أول وحدة ولا آخر وحدة. ليش تضوجيها الماما؟ أنا أقرع له عندي شعر. لا أكو شوية شعر. شوية شعر يعني أنت هم راح تصيرين هيك. صار حلو؟